خلف المعاناة يمكن أن تظهر ابتسامة رضا يزرعها أشخاص يعيشون في ظل العمل التطوعي والرغبة في نشر السعادة ومساعدة الآخرين. هذا ما حرص عليه فريق سين التطوعي لترميم منازل المتعففين في السعودية، واللي رح نتعرف على مبادرات الإنسانية في هذا اللقاء. أكيد رحب معنا في الاستوديو بروعة بخاري رئيسة فريق سين جد التطوعي، ومحمد الحربي مدير تطوير مشروع سين التطوعي. أهلا بكم. يا هلا فيك. أهلا والله هلا فيك. يعني مشروع رائع وفكرة رائعة جدا. خلينا نبدأ من البداية معك يا محمد عن هذا الفريق، تأسيسه وأهدافه إيش هي؟ طبعا سين بدأ كفريق تطوعي قبل تقريبا 3 سنوات، بداية 2019. هدف سين الأساسي هو مساعدة الأسر المتعففة في ترميم منازلهم، مو بس أنهم يبقون في خانة الأسرة المتعففة، لا، برضو نحن نساعدهم يطلعون من كونهم أسرة متعففة إلى أسرة مكتفية. ممتاز. هذا تقريبا الهدف الأساسي والأسمى لسين الفترة الحالية. يعني ما شاء الله يعطيكم العافية على هذه المبادرات، مشكورين، وأكيد كل فريق العمل لما تقدمونه لهذا المجتمع. خلنا بنتقل لك روعة وبسألك عن اللي قدمتوه للأسر في جدة، الأعداد، المنازل اللي رممتوها وساعدتوهم. طيب، احنا تقريبا في خلال سنتين سوينا 4 بيوت، بس الهدف دحين انه يكون اكثر، فنبغى بمعدل بيت في الشهر، فمن 10 ل 12 كده، يعني من دحين ان شاء الله دائما. ممتاز ممتاز. طيب احنا نبغى نتكلم عن المتطوعين وآلية التسجيل، كلمنا عن هذا الموضوع يا محمد، وهل انتم موجودين في كل مكان في المملكة؟ ايش المناطق اللي تغطوها؟ حاليا احنا نغطي 3 مناطق رئيسية اللي هي الرياض، الشرقية، جدة. بالنسبة لآلية تسجيل المتطوعين، هي فيه نموذج فورم يصير ننشره عن طريق حساب سين الموجود على تويتر، ويسجلون المتطوعين عن طريقه. الحمد لله يعني وصل عدد المتطوعين المسجلين عن طريق الرابط هذا إلى أكثر من 2500 متطوع متطوعة. ما شاء الله. في شروط معينة لازم تنطبق عليهم؟ ما في أي شروط معينة، احنا نرحب بالجميع. ولا ما عندنا أي شرط، الجميع مرحب فيه. ممتاز ممتاز ما شاء الله. يعني متحمسين كثير ان احنا نتناقش معكم ونعرف ناخذ منكم معلومات اكثر، بس اذا تسمحوا لي طبعا الحين ناخذ اتصال كمان معانا مشاهدينا، يسعدنا ان تنضم لنا للحديث اكثر عن هذا الفريق التطوعي الانساني عبر الهاتف الاستاذه زهره المسلم رئيسه فريق سين التطوعي. اهلا وسهلا فيك استاذه زهره. يا اهلا وسهلا. حياك الله. طبعا أستاذة زهرة، نعرف من كاتبة إلى رئيسة فريق سين التطوعي، كيف كان هذا الانتقال وكيف كانت البداية بالأصح؟ كنت وديت من طالبة خصوصنات مع وقتات الدراسة وهالأمور، يعني كنت حابة أني أطلع في حاجة مختلفة، يعني أبدأ فيها عن ضغط الدراسة. نعم. فحبيت اني اتطوع، بدات ترميم منزل بنت من الاسره المتعففه في الشرقيه، فرميت غرفتها، طرحت الفكره في تويتر، نالت الاعجاب الكثير. ف استاذه زهره بس بعد اذنك المايك لو تقربينه شوي كذا فتوضح. اي قربي اكثر. نعم تفضلي. كذا اوضح. اي فبدات من غرفه بنت وحده، نشرت الحاله في تويتر، الناس حبوا الفكرة، قالوا ليه ما نكبر الموضوع نخليه فريق تطوعي. صرنا فريق تطوعي، بدأنا نرمم بيوت أكثر، الناس حبت الفكرة أكثر، ليه ما نخليه حاجة رسمية، فتحولنا فريق تطوعي إلى مؤسسة رسمية، وجالسين نتوسع الحمد لله. بدأنا في الرياض، الشرقية، جدة، وحلمنا بأن يكون فيه موجودة في كل مكان. نعم. ما شاء الله، جميل جدا صراحة هذا العمل الإنساني اللي فيه تكافل اجتماعي كبير جدا. كم عدد الأسر اللي تمكن فريق سين من دعمها على مستوى المملكة إلى الآن إذا عندك إحصائية؟ الحمد لله أتممنا 40 منزل إلى الآن. حلمنا أن على الأقل خلال السنتين القادمين نقدر نسوي 3 أضعاف هذا الرقم. إن شاء الله يعني يتحقق هذا الشيء قريب.
ما شاء الله. ايش هي اهم الاشياء اللي نجحت الفريق وما شاء الله يعني الحين العدد المتطوعين ما هو بهين، فايش اهم الاشياء اللي ارتكزتوا او ركزتوا عليها عشان تنجحون وتوسعون دائره الفريق؟ ثلاثة اشياء بصراحه، تفاني موظفين المؤسسه في العمل، محبه المتطوعين ولائهم بفين. يعني انا اتكلم عن مجموعه متطوعين يجونا يوم الجمعه، غالبا احنا نتطوع في المنزل يخلص البيت خلال يوم واحد. يعني اول كنا نرمم البيت في، يعني اول حاله اخذت منا شهر كامل، ثاني حاله اخذت منا 4 ايام. اليوم فريق سين قادر انه يخلص حاله في اقل من يوم واحد. يعني في رمضان اشتغلنا حاله كامله خلال 6 ساعات فقط، طلعنا العائله من المنزل، دخلنا رممنا البيت، سلمنا العائله من البيت خلال 6 ساعات فقط. فهذا ما دل على محبه الفريق اللي نزل للميدان وعمل هذا الشيء، يشتغلوا طول الوقت بدون اي بريكات طويله يعني. فالشيء الثاني هي محبه المتطوعين لهذا العمل. الشيء الثالث اكيد اللي هي دعوات الناس ودعوات الاسر ومتاعبها نفسها. أنا بشوف لما نسمع دعواتهم يعني هذا شيء يبعث شعور كبير كذا داخلنا وخلينا كذا ودنا نسوي بيوت أكثر وأكثر. أكيد أكيد أكيد. وفي النهاية يعني العمل التطوعي يعود على صاحبه يمكن بالأثر الإيجابي أكثر من المتلقي. يعطيك العافية وشكرا لك أستاذة زهرة المسلم، شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. خلنا بنرجع لكم طبعا نتناقش أكثر في موضوع الفريق والقصص اللي أنتم عشتوها. يعني روعة، خلنا نتكلم عن الصعوبات اللي ممكن تواجهكم، الأشياء اللي ما تكونون متوقعينها كفريق لما تنزلون على الميدان، مواقف معينة أكيد تمرون في مواقف مختلفة ما كنتوا عاملين حسابها. شوفي يعني أنت تمري يعني كل شيء تشوفيه ما هو الشيء اللي أنت تشوفيه كل يوم في حياتك. صحيح. عارفة يعني البيت ما هو زي بيتك ولا الوضع، أنت ما تتصوري أنه أنت ممكن في أحد يكون عايش كل يوم في وضع زي كده مرة صعب. ف يعني ممكن باختصار هو ده، عارفة يعني بدون كده تفاصيل مرة كثير في دي النقطة. هو مرة مختلف، يعني حياة مرة مختلفة ما تتصوريها. بس سبحان الله كأنه ينزل عليك شيء اللي ما تشوفي ده كله، مهما أنت مثلا كنت ما أنت متعودة ولا ما تقدر تسوي ده الشيء ولا ما قد خطر على بالك كده، يعني قوة إلهية يعني تكملي. طب يعني أكيد طبعا، يعني في أكيد يمكن مواقف كثير، في أشياء يمكن ما تقدرين تحكينها أو تفاصيل بحكم خصوصية الناس طبيعي. صحيح. لكن خلنا نتكلم عن الفاندينج، يعني مثلا ترميم البيت أكيد بياخد ميزانية. صحيح. أكيد في فلوس قاعد تندفع. صحيح. هل هذه الميزانية أو التبرعات منكم أنتوا كفريق ولا أنتوا تجمعونها بطريقة معينة من ناس متبرعين أو يساهمون معاكم؟ نبغى نعرف كمان الآلية هذه، يمكن في ناس قاعدة تشاهدنا الحين حابة أنها تساهم معكم ولو بالشيء القليل. أكيد محمد عنده فكرة أكثر عن هذا الموضوع. يعني ممكن موضوع اللي هو الجمع للمساهمات، احنا ما نسميها تبرعات، احنا نسميها مساهمات. وغالبا هي تكون مساهمات عينية. احنا نركز على وش نقصد المساهمات العينية، يعني أي بيت مثلا احنا نستهدف أو نركز عليه عشان نسوي الترميم، نسوي له ترميم، هي غالبا يا أثاث يا أجهزة كهربائية. صحيح. يا مواد سباكة وكهرباء. وغالبا احنا نطلب من اللي حاب يتبرع أو حاب يساعد أو حاب يساهم يكون يقدم لنا أحد واحد من الأصناف في الأربعة هذه. يعني ما تأخذون فلوس. نقد أو فلوس احنا ما نأخذه ولا نقبض فيه. ممتاز. احنا فقط نحتاج اللي هي التبرعات العينية أو المساهمات العينية. وتجيكم يعني أنا معليش على السؤال بس تجيكم أشياء كثير؟ إي إحنا أصلا ما نركز إلا عليها، إحنا ما نطلب فلوس. يعني هي البيوت اللي الان دحين تسوت كلها جات كذا. بس انتم كيف يعني طريقتكم، معليش على يعني الاسترسال في السؤال، لانه ابغى اعرف انا يعني كيف انا اعرف كشخص ما لي علاقه فيكم كتيم انه تحتاجون كذا، ناقصكم كذا؟ افرض يعني كلهم جابوا بويا او كلهم جابوا اجهزه كهربائيه. ممكن اجاوب على هالسؤال. احنا برضو على حسابنا على تويتر قبل ما نبدا نباشر الحاله ننشر بوست او منشور مذكور فيه في جدول وفيه جميع الشغلات اللي احنا نحتاجها. مكيفات عددها كذا، سراير عددها كذا، لمبات كذا، فجميع التفاصيل تكون موجوده ومنشوره. ممتاز.
وفي اللحظه اللي مثلا يتغطى بند معين خلاص نبدا نبلغ اللي حاب يساهم يعني. إيه انه خلاص ترى غطينا البند هذا، باقي البنود التالية هذه. مرة حلو انه اتاحت الفرصة للناس ومشاركة الحالة مع الناس، ترى اليوم عندنا البيت الفلاني عائلة مكونة من كذا، ينقصهم كذا وكذا وكذا، والناس بيشاركوا في هذا الموضوع، يعني هذا تكافل اجتماعي عظيم جدا صراحة اللي بتسووه. انا بدي اسال كمان عن المتطوعين، طبعا البيوت تحتاج لها سباكة، كهرباء، فهل ممكن مثلا تحتاج متطوعين يكونوا متخصصين مثلا في الكهرباء، في السباكة، في أعمال الديكور وغيره، عشان يسهل عليكم المهمة أيضا؟ أكيد أكيد، هذول تقريبا نعتبرهم من أهم الأعضاء الموجودين في الفريق التطوعي. وجودهم صراحة شيء مهم ونحرص عليه، وحتى عندنا جروبات ومجموعات على الواتساب متخصص للمتخصصين. ممتاز. للمتخصصين في الديكور. إيش التخصصات اللي تحتاجوها دائما؟ غالبا تكون في الديكور، في السباكة، وفي الكهرباء، وفي في التصميم المعماري بشكل عام. ممتاز. خلينا برجع لك روعة، يعني أنت موجود، أنت رئيسة فريق سين في جدة. صحيح. فالمجتمع هناك أو الفريق عفوا أكيد رح يكون متنوع، بنات أكيد، بنات وشباب صحيح؟ طبعا. طيب هل في مثلا خلينا نقول مشاركات لكم، إيفنتات، كيف تسوقون، كيف تعلمون أهل جدة اللي عايشين هناك أنه يا جماعة الخير في فريق اسمه سين محتاج متطوعين؟ إيش طريقتكم في التسويق أو طريقتكم أنه تعطون للناس خبر اللي متواجدين في جدة بالتحديد؟ شوفي، هو بعد ما لأنهم بدأوا في الرياض في البداية، بدأ راحوا على الشرقية، فخلاص صار المجتمع عارف بوجود الفريق. حلو. فلما نزل البوست أنه دحين في حالة في جدة، يعني في خلال اول نص ساعه كان في من 200 الى 300 شخص. يعني انتم شغالين اكثر شيء على السوشيال ميديا؟ ايوه. اوكي. أيوة. اوكي، بس يعني اقصد يعني مثلا الحين زي موسم جده موجود فرصة. يعني فرصه تتواجدوا انه تتواجدوا مثلا كبوث كذا، ما يعني احس انه بالعكس انه تكونوا في قلب الحدث، الناس تشوفكم، تحس انه صحيح. يعني بنات وشباب في عمرنا من مجتمعنا، فاحس بالعكس يحمس. فانا رايحه جده ان شاء الله بجي بتطوع معاكم الفتره الجايه باذن الله. وايضا المشاركه المجتمعيه من الشركات والمؤسسات ما راح يخدموهم كثير، يعني مثلا زي كذا موسم صح. جده انهم يحطوا لهم بوث. طبعا انتم يعني يعني ما عندكم دعم مادي، انتم بتقدموا الدعم باللي عندكم باستطاعتكم، ولكن بمشاركه الرجال الاعمال، الشركات، المؤسسات، انهم يوفروا لكم مكان، يوفروا لكم اجهزه، بعد كده ممكن يوفروا لكم سكن، ويكبر الموضوع يعني تخدموا فئه اكبر. كمان نقطه مهمه اللي ابغى اعرفها، انه كيف بتوصلوا للاسر المتعففه؟ كيف بتعرفوا عنهم؟ كيف ممكن يتواصلوا معاكم؟ طيب، هو اساسيا اربع اشياء، يا يعني انهم يجوا عن طريق الضمان الاجتماعي، يا يعني انه الجمعيات الخيريه، او في نموذج يعبيه الشخص هو نفسه المتقدم لو حابب يقدم، او لو احد يبغى يقدم لاحد، موجود هذا النموذج في السوشيال ميديا. في يعني انتم برضه بتتواصلوا مع الضمان الاجتماعي، هم برضه يحيلوا اليكم صحيح. الحالات وبيرسلوا لكم الحالات، وايضا الجمعيات الخيريه، فصراحة عمل جدا رائع. أنا بس ودي أسأل إذا كان هناك يعني قصة نجاح، قصة أثرت فيك، أنت قلتوا نقلتوا تنقلوا الأسر المتعففة من حالة إلى حالة، أنهم كمان تمكنوهم صحيح. أنهم يعملوا وأنهم يعتمدوا على نفسهم أنهم يبدأوا حياة جديدة، فياريت لو تحكي لنا بعض الحالات الناجحة يا محمد. يعني هو في صراحة من الحالات اللي ما خلينا أحد ما كلمنا عنها صراحة، أحد الأسر كان عندهم أحد الأبناء ساعدناه في أنه يحصل على وظيفة، الوظيفة كانت متواضعة يعني في أحد الفنادق. نعم. تقريبا خلال سنة وشهرين قدر يترقى من كونها وظيفة يعني نقدر نقول مبتدئة في المكان اللي هو فيه، إلى أن وصل إلى رأس الهرم وصار هو مدير الفندق. الله. اللي بدأ معهم يعني، وهذا صراحة الشيء اللي مخلينا فخورين، مخلينا دائم مبسوطين، مخلينا دائم يعطينا وقود إن احنا نساعد أكثر ونساهم باللي نقدر عليه. طبعا انت لما تزرع في ارض خصبه او انت تسوي خدمه لو صغيره زي ما تفضلت قبل شوي، وظيفه مبتدئه وبعدين صار تحس انه انت سويت كذا مره شيء عظيم لعائله صحيح. كامله يعني، ويعطيكم العافيه وجزاكم الله خير فعلا على كل اللي تقدمونه، وهذا فعلا خير مثال للشابه والشاب السعودي. شكرا لكم، شكرا لتواجدكم روعه بخاري، شكرا لك استاذ محمد الحربي، شكرا لك وشكرا لتواجدكم اليوم معنا، وكل التوفيق. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل، زوجوه يعقل، هل أنت مع أو ضد هذا المثل؟